فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: لا تشبهوا باليهود. هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة، وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات. نعم، وهذا من مسائل أو من أفراد التشبه بالمشركين، وهو الاختصار في الصلاة، وهو وضع اليد على الخاصرة أي على أسفل الجنب، لأن هذا من التشبه باليهود. والمصلي يعمل السنة، وهي أنه يقبض اليد اليسرى بالكف اليمنى، يقبض الكف اليسرى بالكف اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو المشروع للمسلم، ولا يضع يديه على خاصرتيه أو يدا على خاصرة، لأن هذا من التشبه باليهود.